نعم مباشرة من جماعة عامر اختتمت قبل قليل الدورة العادية لشهر ماي. معنا السيد عبد الكريم الزمزمي، سيقربنا أكثر من أجواء التي انعقدت فيها أو مرت فيها هذه أشغال هذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا السادة ممثل المنابر الإعلامية أصوات فلاش 24 مجلة أصوات مساء الجهة، السي الوقيفي مشكور. إذن المناسبة هي انعقاد الدورة العادية لشهر ماي سنة 2023، واللي تضمنت واحد العدد ديال النقاط اللي كتهم السير العادي ديال الجماعة ديال عامر. كانت أولها النقطة المتعلقة بالانقطاعات المتكررة للكهرباء، ثانيها واللي كتم دائما الشركة ديال الريطان وهي ربط بعض الدواوير وبجاب الحسن وهلا والبيطاري بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل. نقطة ثالثة تكلمت من طبيعة الحال مع الممثل أو الممثلة ديال وزارة الفلاحة والممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول نظام آمو وآمو التضامن. نقطة رابعة والمتعلقة بطبيعة الحال بالمشاكل اللي كيعرفوها او التسجيل ديال المواطنين في النظام ديال المساعدة الطبية آمو. هادو نقاط من طريق الحال كان في واحد العدد ديال العروض والتقديمات والشروحات ديال الاخوان الممثلين عن القطاعات. النقطة الأولى من طريق الحال اللي ذكرنا فيها القطاعات المتكررة وهي اللي خدات أكبر حيز من الوقت من هذا الدورة، عرفت مداخلة قوية من طرف المستشارين حول القطاعات المتكررة اللي كتعرفها الجماعة، واللي سبب من طبيعة الحال ديالها هو اللي مفوض القطاع أو اللي مفوض القطاع لشركة هي شركة ريبار اللي كان أخذ ورد بين المستشارين والناس الممثلين ديال الشركة ديال ريبار، والتي أفضت من طبيعة الحال لإيجاد حلول جذرية وليست تقنية للحد من هذا الظاهرة. اتطرق كذلك المجلس من خلال النقطة التالية إلى الإكراهات أو المشاكل اللي كتعرفها عدد كبير من الاتفاقيات المبرطة بين شركة رضا والجماعة ديال عامر لربط الدواوير الناقصة التجهيز بالماء الصالح للشرب الكهرباء والماء أو التطهير السائل. بطبيعة الحال الرد ديال الناس ديال رضا كان عنده علاقة بتصور جديد للسلطة المفوضة المفوض لها هذا القطاع عبر اتفاقيات على المستوى الجهوي بمبالغ مالية جد محترمة. والنقطة الثالثة والرابعة المتعلقة بنظام آمو ونظام الـ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كانت واحد العدد ديال الشروحات واحد العدد ديال الوثائق اللي تقدموا للمستشارين والمستشارات الجامعة ديال عامر لتبسيط مسطرة التسجيل من طبيعة الحال بالسجل الوطني والسجل الفلاحي، تقديم كذلك واحد العدد ديال الشروحات حول الغاء او التشطيب من اللوائح او الالتحاق بفئة ومغادرة فئة اخرى. نقطة اغنت من طبيعة الحال لجدول الاعمال ديال الدوره المتعلقه بال الحضور الوازن للمدير ديال الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل. بطبيعه الحال كانت واحد العدد ديال الشروحات حول ما هناك امكانيه لخلق واحد النواه ديال هذه الوكاله هذه في الجامعه ديال عامر بالتقريب الخدمه من المواطنين او للمرتفقين لتمكينهم من الحصول على الـ على الـ على المعلومات الكافيه والولوج الى سوق الشغل. ما يخفاش عليكم كذلك ان الجامعه الدوليه في واحد العدد ديال الاتفاقيات واحد العدد ديال النقط المدرجه في جدول اعمال دورتها، من بينها التداول حول قرار التصفيف للطريق الاقليمي الرعلف
33 اللي ارتأى أن مجلس برمته التأجيل في النظر في هذه النقطة لغاية الاطلاع على مشروع تصميم التهيئة، نقطة تالية متعلقة باتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والتي عرضت على المجلس في نسختها الثالثة بعد تدخيل التعديلات اللازمة وتحديد المسؤوليات وتحديد مصادر التمويل. تم تأجيل النقطة الأخيرة والمتعلقة بلجنة مساواة الفرص إلى دورة لاحقة، كما تخلف عن الحضور وكالعادة السيد أو السيدة الممثلة لشركة ألزا لطرح واحد العدد ديال المشاكل المتعلقة بالنقل الحضري داخل الجماعة. الدورة مرت في ضوء في أجواء جد مريحة، تمكن جميع المستشارين والمستشارات التطرق لجميع النقط ولجميع المشاكل اللي كتعرفها الجماعة من طريق الحل من خلال النقط المدرجة خلال هذه الدورة. وشكرا. أهم نقطة السيد عبد الكريم الزمزمي السيد النائب البرلماني وهي مشروع تصميم التهيئة التي تترقبها الساكنة وتنتظرها. علمنا بأنه كما جاء في الدورة اليوم 8 من الشهر الجاري سيتم البحث العلني، عرضها للبحث العلني. أنتم ترافعتم في البرلمان من أجل هذه النقطة وتتزامن إصدارها مع مذكرة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري سيدة وزارة الإسكان بالسماح بالبناء في العالم القراوي. كيف تترقبون النسخة الجديدة أو المشروع مشروع تصميم التهيئة؟ شكرا مرة أخرى سيد واقفي على طرح لكم هذا السؤال واللي جا في واحد السياق مهم اللي كتعرفوا الجماعة ديال عمل سيدي أبي القادة في نفس الوقت. أنا كنعتبر بأن التصميم التهيئي تعتبر من الوثائق التعميرية المهمة في الحياة اليومية أو في السير العادي ديال الجامعة الترابية. كما قلتي الترافع ديالنا منذ بداية هذه الولاية هو ترافع دائم لا على مستوى الجلسات العامة بالبرلمان في على شكل أسئلة كتابية وشفوية آنية للسيدة وزيرة التعمير والسكنة وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة على مستوى اللجنة الداخلية وأنا نائب ورئيس لجنتها، لا مع السيد وزير الداخلية مشكور ولا السيدة وزيرة التعمير والسكنة وسياسة المدينة. يعني هذه المرافعات كلها منذ تولينا أو منذ بداية الولاية التشريعية ونحن ننادي بالتسريع بإخراج هذه الوثائق ديال التعمير إلى حيز الوجود، ولكم في ذلك المنشورات والفيديوهات اللي كتتكلم على هذا اللي كتتكلم في هذا الإطار. هذا اليوم أنا كنت أعتبر حدث منقطع النظير في هذه الجامعة هذه والتوصل ديالنا الأسبوع الماضي بنسخة لتصميم التهيئة من أجل نشره من خلال البحث العلني، وذلك ابتداء من 8 مايو من هذه السنة من أجل إبداء الملاحظات عبر سجل غادي يكون في المصلحة ديال التعمير ديال هذا الجامع. هاد الوثيقة التعميرية اللي كنتكلموا عليها اليوم عندها هي ما كايناش وثيقة تعميرية مكمولة جميع فيها جميع ممكن ليهاش وثيقة تعميرية ترضي كل شيء، ولكن المهم في هاد الوثيقة التعميرية هي أن وثيقة من الجيل الجديد ومنفتحة على منفتحة على التوجهات العامة ديال الدولة، واللي أهمها هو في نفس الوقت الاستثمار والسكن اللائق ومدة ديال الصلاحية كتمشي حتى 10 ديال السنوات، ولكن يمكن في أي وقت
حسب التوجهات السياسيه وحسب التوجهات الماكرو اقتصاديه ان هذه الوثيقه ديال التعميرات تكون محط تغيير، محط اصلاح ما يمكن اصلاحه. ولنا في 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 البحث العمومي ما يكفي من الوقت لابداء جميع الملاحظات والتعرضات على 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 التنطيقات او المشاريع المزمع انجازها في هذه الجامعه، للتاكيد فقط وما يتم ترويجه عند السكينه بطبيعه الحال من طرف واحد العدد ديال الناس سامحهم الله، وان الجامعه انها غتخضع لواحد العمليه ديال النزع الملكيه وغتخضع لواحد العدد ديال سميتو هادو مشاكل واهيه. حنا كنتكلموا على وثيقه تعميريه ستحدد المعالم او التوجهات العامه ديال الجامعه ديال العمر كجامعه ترابيه، ولنا حنا كمستشارين ومستشارات وبرلمانيين ديال 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 المنطقه وساكنه ديال الجامعه ديال العمر الانخراط في هذا الورش اللي كنعتبرونا اكبر ورشه تعرفوا هذه الجامعه هذه، هو اللي غادي يحد مع انا كنسميها السنوات العجاف اللي عطاتهم هذه الجامعات. شكرا.